فيديو مهم جدا لأعزائي الطلاب الإعدادية المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عن كيفية اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية. تابعوا كده معايا. طبعا ده امتحان مهم جدا لأنك لازم تعدي 60% من الامتحان على أساس انك انت تبقى مرشح للالتحاق، وممكن يبقى فيه كمان تفاوض يعني افضليه للحل احسن او للافضل يعني لو كان العدد كبير. وزي ما انتم عارفين ان شروط الالتحاق لازم تعدي الامتحان دوت ب 60% على الاقل، وبعد كده يبقى فيه افضليه للايه للاعلى درجات عشان يلتحق بالامتحان دوت. وهي محاكاه او عمل نموذج اختبار التدريب، ده هنشوف دلوقتي، ده زي تيست كده بيتعمل في البيت، تقدر تخش عليها، ابعت لك اللينك هتلاقيه في الوصف، واحد بالعربي واحد بالانجلش، اللغه اللي تفضل تمتحن بيها ادخل عليها. الامتحان دوت بيكون بيتراوح من 50 ل 60 سؤال زي ما انتم شايفين، وزمن الاختبار 60 دقيقه، وهو بيكون في اللغه العربيه والانجليش والكمبيوتر والعلوم والرياضيات وكمان الاي كيو او القدرات العقليه والاستعداد المهني. وهناك اصدارين زي ما قلنا، واحد بلغه باللغه العربيه والاخر امتحان باللغه الانجليزيه، يعني نفس الامتحان وهو بس واحد بتبدا تمتحنه الاسئله بتبقى بالعربي والتاني بيبقى بالانجليش. وطبعا بيطلب منك اسم الطالب كاملا ورقم القومي كل الطالب من الحكومه الالكترونيه والمدرسه المتقدم لها الطالب. وزي ما قلنا لازم تعدي 60%، وزمن الاختبار تقريبا بيبقى ساعه، وفي الاخر الاختبار بتاعك تدوس على ارسال او سند، وفي زر تاكيد للسؤال لو انت عاوز تخيل السؤال ما عرفتوش مثلا في الاخر لو عندك وقت، وفي رقم السؤال من اجمالي عدد الاسئله، وفي نوع السؤال المطلوب منه، وبتظهر نتيجه الاختبار فورا الانتهاء من الاجابه على الاسئله. ويرجى الانتباه ان نموذج الاختبار لا يدعم العمل على الموبايل، مش هينفع تمتحن من الموبايل، يفضل استخدام الكمبيوتر او اللابتوب، او جعل متصفح الموبايل يعمل بخاصيه موقع سطح المكتب لظهور الصور بشكل صحيح، وده الرابط اللي هو الامتحان باللغه العربيه، وده الرابط باللغه الانجليزيه. وشكرا، اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت. وكمان انا هوريك دلوقتي الامتحان شكله ازاي. اه ده الامتحان، انا دخلت، او لو انت دخلت مثلا، بص خلي بالك يعني انت لما هتدخل خلي بالك، انا هاخد دي كده منها كوبي وهعمل نيو عشان اوريك بس، وبعد كده هقول له اد نيو تاب جنبيها اهي، كنترول في اهو، طبعا بيطلب منك بقى هنا ايه انك انت تختار المديرية ورقم الجلوس، وبعد كده تسجيل دخول، وراح مدخلك على طول على ايه على الامتحان. تمام كده، خلينا احنا في ديت عشان انا عايز اوريك الامتحان بس اهو، بدء الاختبار اهو، بيطلب منك الاسم رباعي ورقم القومي وكل الطالب والمدرسه المتقدم ليها، بتختار هل العربي، الميكاترونيك التكنولوجيا، الامام محمد متولي، ايجيبت جولد، سويدي، الجلوبال، حلوان الثانويه، السلام للتكنولوجيا، احمد ثعلب، الكترومصر، كل المدارس موجوده عندك، هتختار المدرسه اللي انت متقدم ليها. مدارس وي عندك بقى في كل المحافظات، في الاسكندريه، المنيا، اسيوط، الوادي الجديد، كمان مدرسه فلوكس، كل المدارس اهي، غبور واحد، غبور اثنين، زهر، عمار 1، عمار 2، فريش الدوليه، احمد ضيف الله دي في اسيوط، السويدي الدوليه، مصر للتامين الدوليه، فتح الله الدوليه، كل 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 التامين. انا هاجر شويه عشان ايه نلحق نشوف الامتحان بتاعنا اهو، اقول له استمرار،
بعد كده بيديك بقى هنا بقى شوية حاجات بقى، حاجات انت درستها في العربي في اللغة العربية. بيقول لك لقب الشاعر المصري بلقب لقب الشاعر المصري بأمير الشعراء. مين؟ أحمد شوقي طبعا. حاجات معلومات عامة بس انت اكيد درست الحاجات دي. ارسال بيدخلك على السؤال اللي بعده. البرقية عبارة عن ايه؟ اعلان ولا لافتة ولا رسالة قصيرة ولا مكالمة هاتفية؟ هي رسالة قصيرة دي البرقية. ارسال تطبيق مدارس التكنولوجيا معايير في الجمل السابقة مرادف الجودة ايه؟ الجودة هي الكرم، الاتقان، الصناعة، الاخلاص، الاتقان. حاجات سهلة بس لازم انت تكون عارفها وتمتحن وتتدرب عليها. حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في اكيد طبعا في الادب معايا. وبتكمل بعد كده دخلك على الانجليش اهو. I usually revision at home with my father. take revision ولا make revision ولا do revision ولا have. وهنا اعتقد انك انت هنا ممكن يكون بين have او do، مش هتنفع make. make دي للسينجز انك تصنع حاجه. اعتقد do revision at home my with my father. ارسال انا بقى بعتقد. وهكذا هتكمل وتحل، وبعد كده في النتيجه في الاخر بتنتهي. لو انت عاوز تاجل سؤال مثلا زي السؤال دوت، تقدر تضغط على تاجيل يتاجل لك السؤال، والسؤال الثاني تاجله يتاجل لك السؤال. ماشي؟ طيب اتمنى انك تكون استفدت. ما تبخلش علينا، مش هتخسر حاجه لما تضغط على زر سبسكرايب في القناه، وما تنساش انك تكتب تعليق وتشير الفيديو مع اخرين حتى تعم الفائده. ارجو منك لو انت عاوز سيشن اونلاين نراجع فيه حاجات في الاي كيو والكمبيوتر ساينس والماس البسيطه، اتصل بيا، تليفوناتي موجوده عندك في الوصف، انا مش هتاخر عنك. شكرا جدا جدا لاستماعكم للفيديو دوت.